الفاتحة لروح المرحوم حسين هالكويسي. والدورة الثالثة على روح المرحوم بيمو يا أبو حسن. وين نحط الصورة؟ ثانية لهذا المساء التي تجمع عميد جارود بفريق الفرس العالمي هنا في المباراة الثانية بعد انتهاء المباراة الأولى لمصلحة التنور بثلاثة أهداف مقابل صفر. بين عميد جارود والفارس العالمي بدأ اللقاء على بركة الله مع حكم المباراة إبراهيم باقر اللي تأخر شوي تأخر تكة يقول عندنا عمال في البيت يا جماعة ودرسها دفاع الفارس العالمي لا زالت عند عميد جارود عميد جارود عميد جارود لا وين عميد جارود يقطعها الفارس العالمي الفارس العالمي لا زالت في حوزة لا زالت في حوزة الفارس العالمي حلو الله خطر هدف الله ما أجمل الهدف ما أجمل الهدف هدف جميل مرسوم مخطط تخطيط سليم الله عليك الله عليك أرحت أعصاب الفارس العالمي بهذا الهدف الجميل في الحقيقة أنا لا أعرف الإحراز بل المحاولة لا أعرف الإحراز بل المحاولة فأنا انحيادي لا أعرف كيف أعلق عندما أعرف الله هو النصر السعودي الله هو النصر السعودي وما لكن النصر السعودي ليس لديه مؤهلات في الدور ولا الكاس يحتاج الله ماذا يحتسب الحكم ماذا يحتسب الحكم الحكم هو سيد الموقف في المباراة وهو الرجل الأول الذي تنطبق منه الصافة هل يكون هناك بلنتع هل يكون شيء آخر غير هذا فعندما تكون الكرة ويستغلها اللاعب استغلالا صحيحا ربنا يترجم إلى هدف ادوا لنادي ادوا 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 الله يا عمي جاروك الله يا عمي جاروك اعمى فعلا تستعين من دار من جديد من كل يقبض بيد من حديد المبارة تشتعل من جديد من كل يريد أن يقبض بيد من حديد فعن قبضة الحديدية